مرحبا، قبل ما أترككم تسمعوا الحلقة اللي سجلناها بدي أخبركم أنه رح نصير نعمل ميت أبس أو لقاءات. هذه اللقاءات رح تكون فرصة نتعرف على بعض ونشارك خبراتنا، والهدف منا أكيد أنه يكون في presentations كمان. اللي فيه يقولوا لهلأ أنه خليكم عم بتتابعوا البودكاست والفيسبوك بيج حتى تعرفوا معلومات أكتر رح شاركها قريبا، وأكيد بتمنى أشوفكم بأول ميت أب رح نعمله. مرحبا، معكم حسن كنج وهي الحلقة رقم 24 من بودكاست كودر فويس صوت المبرمج. بهيدي الحلقة رح نحكي عن الذكاء الاصطناعي أو الارتفيشال انتليجنس. الارتفيشال انتليجنس هو منه موضوع كتير جديد بالكمبيوتر ساينس، بالعكس صاروا عشرات السنين تقريبا، ولكن بالسنوات الأخيرة يمكن بآخر 10 سنين تقريبا صار هيدا الموضوع ترندي أكتر وصارت الناس تحكي أكتر عنه وصار ينعمل إيفانتس أكتر خاصة بهذا الموضوع. فرح نحكي أكتر عن الارتفيشال انتليجنس، شو هو الارتفيشال انتليجنس، ليه بهيدي الفترة صار ترندي أكتر، مع ضيفان معنا اللي هن كريستوف زغبي وريم محمود. فأهلا وسهلا فيكم معنا بالبودكاست. قبل ما نبلش نحكي أكتر عن الارتفيشال انتليجنس أو الذكاء الاصطناعي، إذا فيكم هيك تعرفونا أكتر عن حالكم، عن يور ستوري، وكيف صرتوا بمجال الارتفيشال انتليجنس. هاي، أنا اسمي كريستوف زغبي، أنا سوفتوير انجينير، درست بجامعة الأنطونية ببعبدا، تخرجت بال 2012 واشتغلت سنتين تقريبا موبايل ديفلوبمنت أندرويد، وبعد بعد هالاكسبيرينس تركت وكنت عم بشتغل بستارت اب مع رفقاتي. كان عندنا برودكت عم نشتغل عليه بالستارت اب وكنا بدنا ندخل ماشين ليرنينج على البرودكت، فصرت صرنا نقرا اونلاين توتوريالز بلوك بوست عن الماشين ليرنينج وعن الارتفيشال انتليجنس، وكتير حبيت هذا المجال يعني، وقررت انه اشتغل اكتر يعني طور السكيلز تبعي بالاي اي، ومن ورا هذا الشيء انا فتت على مجال الارتفيشال انتليجنس. مرحبا وشكرا حسن على العزومة لليوم. أنا ريم محمود، أنا حاليا PhD student بالجامعة الأمريكية ببيروت بمجال الذكاء الاصطناعي. أنا شخصيا ما كنت مبرمجة من أول عمري، يعني بلشت بالأندرغراجوات كنت مهندسة كهرباء، so purely كهرباء، which is fine. يعني في كتير عالم بفكروا إنه كتير بعيد المجال اللي كنت فيه، بس ما خص يعني، as long as الواحد بيكون عارف programming فمنك بعيد عن الاريا بالمرة. فخلصت هندسة كهرباء وقررت أعمل ماسترز بالجامعة الأمريكية. قبل ما بلش ماسترز كنت عم بقابل دكاترة يعني حتى أشوف مين فيه يكون أدفايزر، وقابلت دكتور حازم حاج اللي هو كان بيشتغل بمجال الذكاء الاصطناعي. أنا صراحة شخصياً بأيام الجامعة يعني قبل 2015 ما كنت سامعة بموضوع الذكاء الاصطناعي، فقابلت دكتور حازم وقعد يحكي لي عن هو شو بيعمل وكتير حبيت وبلشت أقرأ عن الموضوع، وهيك فتت يعني، هاي كانت بداية مشواري بال artificial intelligence و I stayed يعني ضليت من وقتها. فيا this is my story. كريس، أنا بعرف إنك أنت بتشتغل على شيء خاص، وبعرف تشتغل على شيء اسمه بيروت AI، فيك تخبرنا هيك بس على السريع شو هو بيروت AI قبل ما نفوت أكتر بالقصص شوي تكنيكال اللي خاصة بالartificial intelligence؟ بيروت AI هي community أسسناها بلبنان من شي 3 سنين تقريبا. هدف الكوميونتي أنه تعرف العالم على الذكاء الاصطناعي وتساعدهم من خلال ورشات عمل وووركشوبس أنه يقدروا يطبقوا هيدا هول التقنيات بالبروغرامز تبعهم. فنحن بنعمل كذا إيفنت، منهم بكونوا للتكنيكال بيبل، للمبرمجين، للعالم يلي بتعرف تكتب كود، ومنساعدهم كيف يقدروا يكتبوا يستعملوا الماشين ليرنينج والديب ليرنينج وكل هيدا التكنيكس يعني بالكود. وحتى بنعمل ايفنتس للعالم يلي مانا تكنيكال، يلي عندهم باك جراوند يمكن بزنس من فاينانس او من ماركتينج، بتساعدهم شوي يتعرفوا على شو هو الذكاء الاصطناعي، كيف فيهم يستعملوه او بيفيدهم بالشغل. للأشخاص يلي عم يسمعوا الحلقه هلا، اكيد نحن رح نحط ديتيلز اكثر عن بيروت AI بالديسكريبشن، سو رح يكون في لينكس وقصص خاصه بهذا الموضوع اذا بدكم تعرفوا اكثر عن بيروت AI وعن البوت كامب تبعهم وكل هالاشياء. طيب، بعد ما حكينا هيك مقدمه صغيره عنكم وعن بيروت AI، خلونا هلا نفوت بالموضوع الاساسي اللي هو الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي، وخلينا نحكي هيك شويه ديتيلز. يعني اول شيء كتعريف للارتفيشال انتليجنس، نحكي شوي عن البرانشز تبع الارتفيشال انتليجنس، يعني شو هي المجالات تبعيته وبشو الاشخاص فيهم يتخصصوا بمجال الارتفيشال انتليجنس. الذكاء الاصطناعي هو الجوريثم
مثل نكتب نحن الالجوريثم تبعنا بالكود، بس الفرق انه بدل ما نكون عم نعطيه instructions step by step instruction على كيف ينفذ تاسك معينة، بالمقابل نعطيه data معلومات ومنقل له للبروغرام انه يستخرج patterns بهذه المعلومات بطريقة معينة بتخليه يتعلم by experience وهو عم يطلع بالمعلومات اللي عم نعطيها. فهيدا الفرق بين الالجوريثمز اللي مستعملون هلأ بالكودينج وبين الارتفيشل انتليجنس. هلأ الذكاء الصناعي فيه يتطبق على كذا مجال مختلف حسب انت شو عندك معلومات. فمثلا اذا عم نستعمل صور والفيجوال ديتا فينا نستعمل الكمبيوتر فيجن، هو مجال من الذكاء الاصطناعي بخلينا نحن نعلم الالجوريثم كيف مثلا يطلع بصورة، كيف يستخرج معلومات معينة من الصورة. نحن ممكن كهيومنز كتير هين علينا نقدر انه نطلع بصورة ونعرف انه هذه الصورة فيها بسينة او فيها سيارة على الطريق او فيها whatever معلومات نحن فينا نشوفها. بس بالنسبة للكمبيوتر هذه الصورة هي ماتريكس، هي ارقام، عرفت؟ هي مانا شيء فيها معلومات. سو نحن كيف فينا نخليه يستخرج معلومات من هذه الارقام؟ هيدا كلها بسموها الكمبيوتر فيجن. فمثل ما كنا عم ناخد الاكزامبل تبع الصور، كمان الذكاء الاصطناعي فيه يطبق على النص وعلى اللغة. فهو بخلينا انه نعلم البرامج تبعنا والكود الالجوريثمز انه كيف يفهموا اللغة تبع الانسان، وهذه اللغة فيها تكون مكتوبة او محكية. يعني الفويس ريكوجنيشن وكيف فينا نعطي فويس كوماندز للبروجرامز، هيدي كلها الذكاء الاصطناعي بخلينا نقدر نعالج الصوت ونقدر نستخرج منه معلومات اللي بدنا اياها او الكوماندز. سو معالجه النص واللغه بسموه ناتشرال لانجويج بروسيسنج، هو كمان مجال تاني من الذكاء الاصطناعي. فمثل ما حكى كريس انه هو الذكاء الاصطناعي algorithms بتطبق يعني اللوجيك اللي احنا كبشر فينا نتخذه او القرارات اللي احنا بنتخذها بسهوله يعني sometimes. بس هي الفكره انه بس اعتبر حالك عم تعطي معلومات لديتا ساينتست مثلا بشركه وعم تقول له عندي مثلا لنقول 100,000 سطر باكسل شيت، حاول تطلع لي منه مثلا باترنز معينه او اكتشف لي مثلا ليه هذا الشيء عم بيزيد لما مثلا نعمل سيلز بهاي المنطقه فور اكزامبل. فيمكن الشيء يكون بينعمل بسهولة by a person، بس لما يصير عندك الداتا عم بتزيد بصير ما في it cannot be processed يعني ب just a quick search من a human being. يعني بصير بدها algorithms that can automate هيدا البروسيس. والAI basically بتعطيه معلومات وهو بصير بيتعلم الأنماط ال patterns extracts information حتى ياخد decisions احنا بناخدها on a daily basis. طبعا مثل ما حكى كريس هذا بيتطبق على كتير مجالات مختلفة ومتعددة، ومثل الكمبيوتر فيجن والNLP بأي مجال عمل بتكون انت you're collecting data من اي نوع، يعني مش بس كصور او لغة، يعني حتى يعني excel sheets of data يعني regular table data فيك تطبق عليها ذكاء الاصطناعي حتى you improve the decision making process عندك بالشركة in any field. يعني في كذا طور نحن عادة نسمعهم وخصهم الارتفيشال انتليجنس، مثلا مثل ماشين ليرنينج، مثل ديب ليرنينج، مثل داتا ساينس. سو في كتير هيك تيرمز، اذا فيكم هيك تخبرونا اكثر شو هن هول التيرمز وهل هن نفس الشيء، هل هن اشياء مختلفه، هل في انترسكشن بيناتهم. سو هيك اذا فيكم تعرفونا اكثر عن الماشين ليرنينج، ديب ليرنينج والداتا ساينس. حتى بلش هيك من الفكره من اولها، داتا ساينس هو مجال لحاله independent من الذكاء الاصطناعي وموجود يعني من فترة كتير طويلة، وهو علوم البيانات يعني باختصار. يعني أي process involving analyzing data extracting information من data مش necessarily يعني خلال الذكاء الاصطناعي بأي طريقة هو بيطبق على مجال data science. هلأ data science هي معروفة إنه بس تشتغل مثلا على project data science بيكون في مثل process او cycle انت بتمشي فيه حتى تستخرج الهدف من اللي انت عم تحاول توصل له. سو لنقول انت عندك مثلا data set وعم تحاول انك تاخذ decision معينه، مثل هل لازم مثلا هيدا البرودكت يكون احمر او ازرق، ما بعرف، بدي اعمل decision based على السيلز اللي عندي. باخذ الداتا بعملها processing، بنظفها، برتبها، بحاول انا افهم الداتا شو فيها، اعمل visualizations، extract patterns
يعني هاي ليفل حتى افهم بس الاشياء كيف عم كيف الاشياء they're behaving بالديتا سيت قبل ما اعمل اي شيء ادفانسد بالبروسيس. بعد ما خلص الفيجواليزيشن وبري بروسيسنج للديتا بنضفها للديتا، لانه امرار مثلا بيكون في عندك كيسز، لنقول عندك مثلا سامبل انت اخده من ا بيرسون فيه ناقص معلومه معينه، ما فيك انت تتعامل مع هيدا الديتا اذا في عندك ميسنج انفورميشن. بتحاول انه انت تنظف الديتا، تشيل منها اي شيء ذاتس ميسنج او اي شيء خطا مثلا موجود بالديتا. امرار بتكون انت يو كولكتد انفورميشن مش صحيحه، هيدا الشيء ممكن يأثر على البرنامج انت عم تحاول تعمله وذر بالذكاء الاصطناعي او لا، وبيأثر على القرارات اللي انت حتتخذها. بعد ما تعمل داتا كلينينج توصل لمرحله بدك انت تستخرج المعلومات اللي انت عم تحاول توصل لها. ارتفيشال انتليجنس والذكاء الاصطناعي هو تطبيق انت فيك تستخدمه حتى تستخرج هيدا المعلومات. فمثل ما يعني واضح من السايكل، ارتفيشال انتليجنس بيصير هو جزء من الداتا ساينس لايف سايكل. هلا ماشين ليرنينج وديب ليرنينج هن algorithms بالartificial intelligence. So AI مثل ما حضرتك حكيت من الأول صار له موجود عشرات السنين، مش شيء جديد عنا، بس اللي تغير فيه هو نوع الalgorithms احنا بنستخدمها او اللي احنا بنعملها design. قبل كانت الـ AI algorithms كتير based على search algorithms، يعني ما بعرف اذا حدا من الجمهور familiar، لانه في عنا مثلا A-star search algorithms tree based يعني، و it was very complicated. Recently وآخر few years صار في عنا machine learning algorithms اللي هن basically بياخدوا الداتا سات بيستخرجوا patterns خلال solving optimization problems، وهي هيدي اللي مثلا بنسمع فيها انه بناخد training data set testing data set، بنستخرج المعلومات من training data set وبعدين بنطبق الشيء اللي احنا basically عملنا له design بالmachine learning algorithm على التستينج ديتا حتى نشوف اذا الماشين ليرنينج الجوريثم عم تقدر تستخرج المعلومات اللي احنا بدنا اياها، هل هي قادره توصل للهدف اللي احنا بدنا اياه او لا. هيدي ماشين ليرنينج. في كتير الجوريثمز طبعا بهذا المجال، ديب ليرنينج هي وحده من هيدي الالجوريثمز. فينا نتخيل انه عندنا بيج سيركل هي الاي اي، جواتها في عندنا الماشين ليرنينج، وجوه الماشين ليرنينج في عندنا الجوريثمز معينه اسمها ديب ليرنينج او اللي هي معترف فيها كمان از نيورال نتوركس. وطبعا يعني هيدي لحالها صار في منها هلا فروع مختلفه وديفرنت تايبس اوف نيورال نتوركس، وبيسكلي هي هلا الترند، وهي هلا اللي عم تستخدم ب موست اوف ذا ابلكيشنز وعم بيكون عندها اعلى بيرفورمانس. اوكي ثانك يو ريم على هول معلومات. انت ذكرتي كمان شيء اللي هو نيورال نتورك، او تحديدا هي ارتفيشال نيورال نتوركس، اللي هي كتير عم نسمع بهيدا التيرم اللي هو الارتفيشال نيورال نتوركس، وكتير عم بيكون هيدا التيرم ترندي، فاذا فيكم هيك تخبرونا اكثر عن هيدا الترم. Artificial Neural Network هو مثل ما الاسم بيقول لك هو Network of Neurons. هلا نحن طلعنا على دماغ الانسان وجربنا نشوف انه هذا الدماغ كيف بيشتغل، كيف بيتعلم، كيف بيحلل المعلومات، لانه بالنهايه نحن عندنا مثل كثير مهم اللي هو الانسان. الانسان هو اذكى مخلوق بنعرف موجود على الارض، ودماغ الانسان هو اللي بيخليه يكون ذكي ويحلل معلومات ويستنتج ويقرر وياخد decisions ويعمل planning وكل هالقصص. فأجوا العلماء وطلعوا على دماغ الإنسان وقالوا إنه هتا نفهم هذا الدماغ كيف عم يشتغل ونقدر نعمل نسخة عنه بالبروغرامينج بالكود تبعنا. فلاحظوا إنه نحنا دماغ تبعنا مكون من ألوف وملايين البرين سيلز أو النيورونز، وهول النيورونز كلهم مربوطين ببعض وبكونكشنز معينين، وهالكونكشنز هن بيخلوا المعلومات ينتقلوا من خلية لخلية من نيورون لنيورون. لاحظوا كمان انه هذا النيورون وقت يوصل له معلومات معينة اوقات بيعمل فاير وبيقطع هالمعلومات لكل الخلايا اللي موصول فيها، واوقات تانية ما بصير شيء. فقرروا انه يعملوا نفس الشيء بالبروغرامينج، سو خلقوا شيء اسمه artificial neuron اللي هي نسخة عن النيورون تبعنا بس هي بالكود، موجودة بالكود. وهيدا النيورون وصلوها بكذا نيورون تانيين artificially بالكود، وصاروا بهالطريقة خلقنا artificial neural network أو مجموعة النيورونز موصولين مشبوكين ببعض بطريقة أنه نحن قدرنا نعمل نسخة عن البرين، عن ذكاء أو دماغ الإنسان بالكود طبعنا، وهيدا بسموه neural network. هلأ منصير نحن منقطع له معلومات لهيدا neural network. بك تتخيل نيورال نتورك كأنه معمول من لايرز أو من طبقات 100%، كل طبقة فيها مجموعة نيورونز وكل طبقة مشبوكة بالطبقة اللي بعدها، بكل نيورون هو موصول على كل النيورونز اللي بتاني طبقة.
فهون بهالطريقه بصير عندك مثل شبكه من عندك اول طبقه اللي هي بنسميها الانبوت لاير تبع النتورك واخر طبقه بنسميها الاوتبوت لاير. فنحن بالكود تبعنا بنفوت له المعلومات للنتورك بالانبوت لاير باول طبقه وهن المعلومات تقطع من طبقه لطبقه لاخر شيء تطلع بالاوتبوت لاير تعطينا نحن المعلومات اللي بدنا اياها او الانفورميشن اللي قدرت تستخرجها هي من النتورك. فديب ليرنينج هو بيزيكلي نحن عم نعمر نيورال نتورك بس عنده كتير طبقات بسموه ديب لانه في عنا كتير هيدن لايرز. فنحن قلنا انه اول طبقه بنسميها الانبوت لاير لانه احنا بنفوت المعلومات على النتورك بهيدي الطبقه واخر طبقه نحن بنسميها الاوتبوت لاير لانه هون بناخذ نتيجه النتورك شو طلعت معه الاستنتاج. وكل الطبقات اللي بالنص بنسميهم هيدن لايرز لانه هول تكنيكلي بيكونوا هيدن ما عم نقدر نحن نشوفهم يعني نحن بس بنشوف الانبوت والاوتبوت. فنحن وقت نعمل نيورال نتورك فيه كثير هيدن لايرز هذا بصير اسمه ديب نيورال نتورك كثير عميق يعني. وهون بيجي اسم الديب ليرنينج يلي هو انه احنا عم نخلق هيدا المودلز اللي هن كثير ديب كثير فيهم لايرز وبهالطريقه عم نقدر نستخرج معلومات كثير معقده ونحل مشاكل كثير صعبه تنحل بمودلز صغار وبهالطريقه شوي شوي عم نقدر نوصل لنعمر ابلكيشنز وسوفتويرز بيقدروا يطلعوا معلومات مثل الانسان تقريبا وعم يقدروا يعملوا يتنافسوا مع الانسان بكذا تاسك. اوكي سو بعد ما حكينا هيك ديتيلز واشياء كتير تكنيكال اذا فينا هيك نحكي شوي عن الريل لايف ابلكيشنز للارتفيشال انتليجنس يعني بحياتنا اليوميه وين موجود الاي اي باي مجالات باي ديفايسز. مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي الذكاء الصناعي هو في طبق على كذا مجال ونحن بلا ما نعرف هلا بالتليفون تبعنا بالسمارت فون فيه كذا ابلكيشنز اوريدي عم يستعملوا الارتفيشال انتليجنس. مثلا اذا بالكيبورد تبعنا نحن عم نعمل تايبينج اوقات بتشوف انه الكيبورد عم يعطيك الكلمه الثانيه اللي انت بدك تقولها سو انت بتبلش الجمله بتكتب اول كلمه بعدين بتشوف بالبريدكشنز انه عم يعطيك شو هن الكلمات يلي انت معقول تقولهم من بعدها. فهيدي كلها اسمها بريدكتيف تايبينج وهيدي طريقه انه الكمبيوتر السمارت فون تبعك عم يتعلم انت كيف تحكي كيف تكتب كيف تحكي مع رفقاتك مع العالم اللي بتعمل معه تشاتينج وعم يجرب يتنبأ انه شو تاني كلمه رح تقولها بعد هيدي الكلمه. وهذا الشيء بيكون بيختلف من سمارت فون لسمارت فون لانه انا مثلا عندي كلمات معينين بستعملهم وتكون عم بحكي مع العالم انت ممكن تستعمل غير طريقه بالحكي. فهذا الكستمايزيشن تبع هيدا الكيبورد بتتغير من شخص لشخص. فهيدا اكزامبل كثير هين على انه كيف عم نشوف الارتفيشال انتليجنس هلا بالبرودكت. في عندك كمان اكزامبل السمارت فيرتشوال اسيستنت مثل سيري او اليكسا او جوجل هوم. انت مثلا بتعيط لسيري وبتعطيها بتسالها سؤال او بتعطيها كوماند وهي دغري بتفهم انه اوكي حسن بده مني كيف الطقس اليوم او جاوبه على هذا السؤال او اخذ ريمايندر. فهول كلهم بيستعملوا السبيس ريكوجنيشن لاو شيء يعرفوا يفهموا شو بده حسن شو عم يسال شو السؤال او شو الموضوع اللي عم يحكي عنه وبرجع بيعملوا بنفس الطلب يعني مثل ما انت طلبت. ايه وغير هيدول الابلكيشنز في قصص حتى كنا نشوفها من ايام زمان يعني مثلا من a long time ago كنا مثلا if you go on YouTube you can see أن YouTube عم بيعطيك recommendations شو next video اللي بدك تحضره. هيدا الشيء it's been around for a long time وهيدا recommendation system whether YouTube أو حتى بالads اللي بتجيك when you're on websites or you're on Facebook هيدول systems basically apply artificial intelligence. ويعني other examples منشوفها ب our mobile device as well مثلاً the face identification this is something كمان موجود صار له فترة مثل ما حكى كريس ال text prediction إيه وحتى ال translation مثلاً applications إذا أنت you wanna translate your speech to مثلاً another language أو مثلاً Google Translate you know من لغة للغة for example. حتى هلأ مثلاً بتشوف الأشياء عم تتطور يعني Google Assistant for example صار فيك تحكي معه بالعربي ومش بس أي عربي فيك حتى تحكي معه different dialects يعني فيك تحكيها بالمصري أو بالسعودي وبتفهم عليك يعني هيدا الشيء. هلأ obviously يمكن أنه مثلاً إذا حدا ما بيعرف الأشياء كيف تشتغل بحسة أنه يمكن سهلة ما بعرف بس كتير فيها complications أنه أنت فيك تتخيل الكلمة الواحدة كيف تنحكى بطريقة مختلفة بين بلد وبلد. فكتير في صار advancements حتى مثلا self driving cars انه هيدا الشيء بطل من الخيار يعني صار شيء موجود عنا اليوم ونسمع قصص انه في self driving cars عم ينزلوا بالطرقات. مثلا انا خالي مثلا كان باليو اس قال لي انه طلب بيتزا ووصل له البيتزا ب small robot اجى لعنده على
his dorms ووصل له البيتزا. فانه هاي الاشياء بطلت stuff مثلا بس بنشوفها بالموفيز, it's actually يعني موجودة وعم تتطبق. حتى كنت عم بحكي مع كريس قبل ما نوصل انه امبارح قريت عن شيء كتير cool, يعني I wanna share it اذا في حدا gamer بالاودينس يمكن يحب الفكرة. So امبارح كنت عم بقرأ انه انفيديا في عندن concept جديد صار اسمه deep learning super sampling. الفكرة منه هو انه حتى انفيديا graphics يوصلوا لك الrendering للgame graphics بطريقة افضل, يجري بيعملوا super sampling للframes per second لgame graphics. وبس هاي الفكرة انه بتاخد كتير processing اذا انت you wanna super sample الشيء, بتاخد a lot of processing وما فيها تنعمل على اي device, بس هي at the end بتعطيك quality اعلى للgraphics on your machine. فصاروا هلا they're training a deep learning a deep neural network, بيعطوها مثلا ال high quality samples اللي هن بدها توصل لها basically بالgraphics, وبيعطوها samples super sampled, يعني مثلا I super sample the images من ال graphics بحطها بداتا سات لحالها. هيدي ما بتصير online على your machine, بتصير ب Nvidia servers. وبعدين بعطيها انه اوكي اذا انا بعطيك هيدول ال samples of frames من هيدي الجيم, بدي اياك تعطيني مثلا هيدا ال output image with the perfect resolution that you should have on your machine. So بدل ما يصير البروسيسنج عندك على your device, بصير عندن بالسيرفرز, و they train هيدا deep learning network. بس الديب learning network تحفظ الجيم every corner بالجيم, كيف بيكون شكله, every detail باللايتنج بال you know بالشيدنج etc. بصير تعطيها اي frame وبتعطيك هي الهاي resolution one without بدون ما تفوت بالprocess of super sampling. يعني this, بس هيدا الشيء ما عم بيتطبق بكل الجيمز. I think بس في 5 games هلا بيتطبق عليها هيدا الكونسبت. فانيويز يعني صرت تشوفها بكل شيء عم تستخدمه today وعم تعطيك benefits كتير عالية. اوكي سو في سؤال مهم بدي اساله ويلي هو فيه كتير وجهات نظر خاصه فيه. يعني هلا انت وقت حكيت عن الارتيفيشال نيورال نتورك انه عم يجربوا يشوفوا دماغ الانسان كيف عم يشتغل وبدهم يعملوا شيء مثله, هلا بعض الاشخاص اللي ما لهم كثير تكنيكال يمكن يتخيلوا انه خلص نعمل شيء مثلا مثل كانه دماغ الانسان, بنا هو بالحقيقه اكثر هو some sort of modeling اذا بدك, يمكن بمطارح نحن شوي بعاد ويمكن بمطارح قربنا لقصص معينه. سو هون لما نحكي بهيدي الطريقه يمكن بعض الاشخاص كثير يخافوا يقولوا انه الاي اي راح يسيطر على حياتنا, رح يسيطر علينا بمطارح معينة ما رح فينا نتحكم فيه. في بعض الأشخاص لا بيعتبروا أنه هيدا الشيء كتير مبالغ فيه, وفي أشخاص مثلا حتى مثل إيلون ماسك مثلا بيحكي أنه عن danger of AI وقديه dangerous. فأنا حابب أعرف قديه realistic الخوف تبع العالم, قديه نحن قراب عن هيدا الشيء ولا لا, يعني يمكن العالم شوي عم ببالغه. فإذا بتخبرونا أكتر عن هيدا الموضوع. أنا برأيي أنه مثل أي تكنولوجيا بتتقدم علينا يعني بالعالم بيكون في إلى أضرار وفي إلى حسناتها, يعني فما بحس أنه العالم يعني أكيد في وجهات نظر مختلفة. ما فينا نقول أنه في حدا عم ببالغ أو في حدا مثلا ما عم بيعطيها أهمية كفاية, لأنه بعد التوبيك كتير جديدة وبعد في كتير أشياء مش واضحة. يعني for example أنا من الأشخاص اللي بتأيد يكون في regulations, خاصة أنه مثل ما حكينا أنه هيدي تكنولوجي يعني أبعادها كتير حلوة, يعني في إلها كتير فوائد, بس بنفس الوقت إذا ما انضبطت بطريقة صح في إلها أبعاد يمكن ما تكون كتير سليمة. يعني فيك تتخيل أنه مثلا إذا أنا صار عندي AI system هي عم بتقرر الدياغنوسيس تبع مرض مثلا معين لpatient, طب إذا أنا أعطيت الماشين القدرة والسلطة الكاملة أنه هي تأخذ مثلا صور MRI لمريض وتجي تقول له أوكي سوري أنه أنت معك cancer you're gonna die in 3 days, مش منطق. ما فينا كمان انه نعطي هاي التكنولوجيا الفل باور انه هي تتخذ قرارات لحالها سبيشلي بمجالات معينه. فانا من العالم مثلا بايده انه لازم يكون في ريجوليشنز. شخصيا ما بخاف من ابعادها لانه انه يمكن انا مثلا من العالم اللي اي لوك على البوزيتيف سايد انه مثلا كيف فيها تساعدنا, شو فيها تسهل علينا. بس هي مثلا one thing اللي عم بيصير هو انه هاي التكنولوجيا عم فيك تقول ما بدي أقول إنه replacing عالم بالأشغال, بس إنه to some extent صار في قصص كنا إحنا نعملها كبشر هلأ صارت هاي التكنولوجيا عم تقدر تعملها وبطريقة أحسن يمكن أو أسرع أو بدون أخطاء. لأنه بتعرف مثلا الإنسان إنه معرض إنه مثلا يعمل شيء بالغلط لأنه تعبان أو لأنه نعسان etc. ففي عالم مثلا اللي عندن أشغال هي أشياء مثلا مترددة أو سهل إنه مثلا تصير automated, مثل مثلا
مثلا بفاكتوري انه مثلا افصل مثلا البلاستيك عن الورق فور اكزامبل. هيدا الشيء مثلا صار كتير سهل ينعمل بالاي اي. سو اي حدا مثلا بحس حاله انه الجوب اللي بيعملها شيء ريبيتيتيف يعني, او ما بده مثلا كرياتيفيتي, ما بده ابداع مثلا بالتفكير, ما بده تحليل خاص بشيء خاصه مثلا ايموشنال, فهيدول مثلا المجالات العمل هي اشياء ممكن تكون مهدده خلال هيدا التكنولوجيا انه تتقدم على السوق. بصير هيدا بيرجع لنا لنا احنا القرار. يعني مثلا اي حدا بحس حاله انه عمله حاليا مهدد, هو عنده responsibility انه يعمل skill advancement, هو عنده responsibility انه يطور حاله للجيل الجديد اللي جاي من التكنولوجيا اللي حتتقدم على السوق, من كل شيء حيتغير حوالينا يعني بالعالم, لانه هذا الشيء حيصير ما فينا نوقفه انه يصير, بس فينا نعمل regulations وفينا احنا نطور حالنا لانه عارفين انه هذا الشيء حيوصل لعنا, منه شيء جاي by surprise, we can see it coming واحنا it's our job to prepare. هذا أنا رأيي شخصياً. بعض العالم شوي بيخافوا يمكن من قصة إنه الـ AI بين quotation يصير more aware, يعني between quotation, ويكون بنفس الوقت عنده admin access على أشياء معينة, فممكن سبب some damage نحن بعد ما عارفين شو هو. يعني بعرف يمكن هيدا الفكرة شوي futuristic, بس حسب ما أنا عم بعرف كمان إنه الـ AI عم يتطور بطريقة exponential, وخصوصاً إنه الـ AI هو منه شيء بتعطيه بس just algorithm بيمشي عليها, لا. الـ AI مثل ما حكينا أنه هو data driven, فقديه بيكون عنده data ممكن يعمل إشياء, فبيطلع قصص هن ما متوقعينها. سو من هون بعض الأشخاص يمكن شوي عندهم خوف من هيدا الشيء, يعني أو على very very long term, يمكن مش أنه على المدى القصير أنه الجوب تبعنا يبطل ينعمل له automation أو شيء. فبس هيدي كمان عم كمل الفكرة شوي. لجاوب على السؤال اللي سألته, هو في عندك ثلاثة different categories إذا بدك أو للartificial intelligence يلي لازم نفرق بيناتهم. ففي شيء بسموه artificial narrow intelligence يلي هو ذكاء الصناعي يلي بيكون بيتخصص بمجال معين, مجال محدود بفوق الإنسان إذا بدك, بس بهالمجال المخصص المحدد. يعني مثلا example deep blue إذا بتعرف تبع chess, أو alpha go يلي بيلعب go. هولي سيستمز كتير قوية بشغلة واحدة أو بشغلتين. يعني مثلا ديب بلو بيلعب تشيس أقوى من يمكن حيالة شخص, بس إذا بتسأله حيالة سؤال تاني شوي برات هذا المجال ما راح يعرف يجاوبك. هيدا بسموه نارو انتليجنس لأنه محدود بمجال معين. في عندك الارتفيشل جنرال انتليجنس يلي هي إذا بدك AI سيستم, بس بيقدر يعمل كذا شغلة أحسن من الإنسان, منه بس محدود بس بيقدر مثلك مثله يعني. أوكي, هيدا لهلا بعد ما بنعرف كيف رح نوصل له, بس انه عم يشتغلوا ليوصلوا على سيستم ارتفيشال انتليجنس بيقدر يعمل مش بس تاسك وحده او اثنين, بيقدر اذا بدك يعمل جنرالايز لعده دومينز او عده مجالات. وفي شيء اسمه الارتفيشال سوبر انتليجنس يلي هن اكثر شيء بنشوفهم بالهوليوود موفيز مثل مثلا ترمينيتور والسكاي نت وهيك, يلي هو بيكون سيستم اسكى من الانسان مجالات واحسن منا بكل شيء وبيعمل كل شيء باحسن من الهيومنز, وبيزيكلي منه عايز هيومنز. يعني هول لحديت هلا بعضهم ساينس فيكشن, واذا بتسال العالم يلي عم يشتغلوا على هذا المجال الريسيرشرز وكل العالم بقول لك انه ما بنعرف اذا ممكن تصير او لا. مش انه حتى في عالم بتعطيك بحطوا ديت معينه يعني انه مثلا بال2040 بال2045, بس هو كلهم حكي لهلا ما في شيء. اذا بدك تحكي على الساينس وشو عم بيصير بالساينتفك ريسيرش, ما في شيء بعد باكد انه نقدر نوصل ل تو بيلد ارتفيشال انتليجنس بتقدر فوق الانسان بالذكاء. بس الفكره هلا نرجع على الموضوع اللي انت حكيته, كل الاي اي اللي هلا عم نشوفه من الابلكيشنز كلهم they fall under the artificial narrow intelligence. يعني كلهم هن systems نحن algorithms عم ندربهم وعم يصيروا أقوى مننا بشغلة أو بشغلتين, بس بصيروا أقوى مننا بمجالات. فنحن نبلش نخاف أنه بركة هول نفس الـ AI بيقدر يتعلم شيء تاني ويصير أحسن مننا بكل شيء, بس بعد ما وصلنا لهونيك يعني. وهذا بدأ وقت أنا بحس لأنه وصل له, مننا شيء دغري رح نوصل بسرعة نوصل له يعني. بس انا برايي لازم ندوي على نظر ثريت او خطر تاني بشكل الذكاء الاصطناعي, وهي ريم حكيت عنه قبل شوي اللي هو الجوب اوتوميشن, لانه هو الاي اي حيلا شغله فيها شوي ريبيتيتيفنس, فيها تكرار, فيها شيء عم ينعاد كثير. هيدي كثير هين نخلي نعمر اذا بدك سيستم معين بيقدر لحاله يشتغل على هذا الشيء,
وهيدي المشكلة اللي عم بتصير هلأ، إنه السرعة اللي عم نعمر فيها الارتفيشال انتليجنس عم تكون أسرع بكتير من ما بنقدر نعلم العالم ليغيروا. يعني هي هذه الفكرة عم تقتل كتير أشغال وعم تصير أوتوميتد، بس نفس الوقت عم تخلق كتير أشغال جديدة ما كانت موجودة من قبل، مثل حالة تكنولوجي تانية. فهي السؤال هون إنه نحنا هل فينا نقدر ندرب العالم على الأشغال الجديدة أسرع من ما AI عم ياخد الأشغال هلأ موجودة؟ هذا هو السؤال اللي لازم، هذا هو الثريت اللي انا برايي هلا لازم عم نواجهه ولازم نواجهه، يعني قبل ما نوصل على انه نخاف من انه يكون في AI اسكى منا وبيقدر يعمل كل شيء احسن منا. وهذه الطريقه في لها حل، وهي انه education، هي انه نعلم تلاميذ الجامعه والعالم اللي هلا عم تشتغل بالسوفت وير ديفلوبمنت، وبيزيكلي حيلا شخص مهتم انه شو هو الذكاء الاصطناعي، كيف فيك انت تستفيد منه، كيف فيك تدخله بمجال شغلك وتقدر تستفيد، وبدل ما هو ياخذ لك شغلك تقدر انت والاي اي تعملوا شيء معين. فهيدا انا برايي هيدا هو الخطوره اللي لازم نكون عم نركز عليها هلا. هلا خلينا نعتبر انه في شخص حابب يفوت بمجال الارتفيشال انتليجنس، يمكن هو بروجرامر اوريدي بالتكنيكال دومين بس ما كتير عنده اكسبيرينس بالاي اي بس حابب يفوت بهذا المجال. سو انتم برايكم شو التولز يلي فيه يستعملها، كيف فيه يتعلم، شو البروسيس يلي بده يمشي فيها؟ سو اذا فيكم هيك تخبرونا اكثر عن هذا الموضوع. الحلو بالمجال الذكاء الاصطناعي هو لانه صار شيء كتير ترندي، صار تلاقي كتير افيلبل ريسورسز اونلاين الواحد يقدر يبلش فيها، وذر هي اونلاين كورس مثلا على ويب سايتس مثل كورسيرا او يوديمي او اي دي اكس، كورسز يعني من يونيفرسيتيز، من هيوج يونيفرسيتيز بتنحط اونلاين فيك تحضرها وبتعمل فيها اكسرسايزز بتتعلم القصص من اي تو زد. وفي عندك اكيد ريسورسز اللي هي مثل يوتيوب فيديوز او حتى بلوجز، اونلاين بلوجز، يعني صار في عندك ريسورسز ما بتنتهي يعني بهذا المجال حتى تتعرف عليه. حتى مثلا هلا مثلا عنا بلبنان صرت تشوف انه عم بفوتوا شوي شوي الذكاء الاصطناعي على المنهج الدراسي بالجامعات، وفي كتير جامعات هلا عم بتفوت فيها من انه يعملوا قصص تطبيقية على جنب او حتى يدمجوها بالكورسز او بالبرنامج الاندر جراجويت اللي عم بيصير بالجامعة. هلا مين فيه يفوت بهيدا المجال؟ مثلا انا حكيت باول الحلقة انه انا كنت مهندسة كهرباء مش مهندسة كمبيوتر باي باكراوند، وحتى بعرف عالم انه مش حتى مهندسين يعني وهن بالمجال حاليا، فهي ما بتتطلب باكراوند باي شيء معين. المهم انك انت يكون عندك باكراوند بالبروغرامينج، لانه بروغرامينج هو التول اللي احنا بنستخدمه حتى نطبق الذكاء الاصطناعي. هلا في كتير عالم مثلا بيسالوا قد ايه لازم اعرف ماث او قد ايه ادفانسد الليفل الماث اللي لازم يكون عندي حتى اقدر فوت بهذا المجال. هذا طبعا شيء يعني بيعتمد على انت قد ايه حابب تتعمق بالموضوع. اذا انت لنقول بس بدك تستخدم الذكاء الاصطناعي كتول لمجال انت عم تشتغل فيه، فانت ما بتحتاج انك تفهم تفاصيل كيف عم يشتغل الالجوريثم، فيك تستخدمه كبلاك بوكس. بهاي الحاله بصير في عندك كتير افيلبل تولز، مثلا ببايثون في عنا sklearn library اللي هي المشين ليرنينج لايبرري، فيها الالجوريثمز تطبق فيك تطبقها انت بالكود باقل من 4 سطور، 4 lines of codes. في عندك تنسر فلو، سو اكيد في كثير عالم بيسمعوا تنسر فلو. تنسر فلو هي لايبرري ببايثون فور ديب ليرنينج، سو فيك من خلالها تطبق ديب ليرنينج الجوريثمز وكل انواع الديب ليرنينج. وفي مثل تنسر فلو، باي تورتش، وكثير يعني لايبريز مختلفه بسهوله فيك تتعلمها وبسهوله فيك تطبقها. هلا اذا انت حابب تتعمق اكثر بتفاصيل الالجوريثمز وكيف الاشياء بتشتغل انسايد ذا بلاك بوكس، هون ايه بدي يصير في عندك باكراوند شوي ماث، بالاخص لينير الجبرا وبروبابيلتي اند ستاتستكس، وفي قصص اوبتمايزيشن يعني بصير شوي ادفانسد. بس هيدي بس بتحتاجها اذا انت لنقول بدك تفوت ريسيرش بالمجال، مش انه انت بس ابلاينج التكنولوجي. وطبعا مثلا في عنا هلا مثلا كوميونيتيز صاروا عنا مثلا بلبنان، او حتى افورتس عم بتصير بالميدل ايست حتى تطور مجال الذكاء الاصطناعي، او بالاخص مثلا فور اكزامبل انا جزء من كوميونيتي اسمها بيروت اي اي هون بلبنان، اللي هي ات واز فاوندد باي كريستوف زغبي، حخليه هو يمكن يحكي الستوري انه كيف بلشها للكوميونيتي لانه اتس فيري انترستينج. ثانك يو ريم. انا بس بدي زيد شغله على قلته ريم، انه اذا حدا عم باله يفوت بهذا المجال ويتعلم ويطبق الذكاء الاصطناعي، في كتير ريسورسز اونلاين، في كورسز، في كتب، في بلوج بوست، في كومبيتيشنز، يوتيوب شانلز،
وهول كلهم اكيد مهمين ولازم واحد يبلش فيهم، بس انا برايي واحد ما بيتعلم مزبوط غير ما يطبق. فاهم شغله واحد تو اولويز ابلاي اي اي، بياخذ بروجكتس قد ما فيه يقدر يطبقهم. وهذا كانت النقطه المهمه اللي نحن اسسنا بيروت اي اي كرماله، لانه نحن مش بس بنخبر العالم عن الذكاء الاصطناعي، بس نحن كمان بنساعدهم يطبقوا الذكاء الاصطناعي. نحن بنعمل مثلا الوركشوبس تبعنا، بيجيب العالم ديفلوبرز او العالم اللي بدها تو اتند الوركشوبس بيجوا مع اللابتوبس تبعهم، ودي جيت تو كود. كل مره عندنا ديفرنت اكزامبل مع ديفرنت بروبلم داتا سيت ديفرنت الجوريثم، و every time you go over the code ونشتغل شوي سوا يعني على كيف نطبق هذا الالجوريثم. انا وقتها فتت بمجال الذكاء الاصطناعي من شيء تقريبا 4-5 سنين، يعني حسيت انه ما في كتير عالم من النتورك اللي انا بعرفهم كانوا اوريدي بيشتغلوا بالاي اي، وكان عبالي هيك شوف مين غير مين في غيري بلبنان مثلا عم يشتغل بهذا المجال لنقدر انه to connect سوا، نقدر نساعد بعض او to share resources. فمن هذا المنطلق انا اسست كوميونيتي بيروت اي اي كرمال اول شيء شوف مين في غيري عم يشتغل بهذا المجال، وكمان نقدر انه سوا نحمس غير عالم يقدروا يفوتوا كمان يستخدموا الاي اي يتعلموا التكنيكس، اذا كانوا هن تكنيكال يقدروا يطبقوها بالبروجكتس، اذا هن يمكن بزنس باك جراوند يقدروا يفتحوا ستارت ابس او يخلقوا بروجكتس فيها ارتفيشال انتليجنس. لانه انا بنظري هذا هو المستقبل، وحيلا دومين حيلا مجال حيلا بروجكت بكره رح يصير فيه يستعمل الارتفيشال انتليجنس. وانا برايي انه نحن لازم بلبنان نقدر نضلنا اب تو ديت مع كل شيء عم بيصير، ما ننطر شغله تقطع ويصير بعد 10 سنين لنبلش نفكر نفوت فيها يعني. فلازم نحن انه ما ناقصنا شيء بلبنان لنقدر نكون عم نشتغل على هول التكنولوجيز ونقدر نطبق نفوت بمجال الذكاء الاصطناعي يعني. فمن هذا المنطلق نحن كبيروت اي اي دائما نعمل ايفنتس، عندنا كذا نوع ايفنت لنقدر نوصل الفكره لديفرنت بيبل يعني. فمثل ما اوريدي حكيت في عندنا تكنيكال وركشوبس، هولي بيكونوا للعالم يلي بتعرف تبرمج يلي عندها programming experience وعبالة تتعلم machine learning algorithm أو deep learning لشغلة معينة. فهولي بنعملهم مبدئيا مرة بالشهر بالBDD، وبيكون 3 ساعات طول الوركشوب، وبيجي الاتنديز مع اللابتوب مثل ما كنت عم بقول. كل مره بيكون عندنا ديفرنت بروبلم، ناخد داتا سيت نقطع فيه سوا وي كايند اوف بيلد ذا الجوريثم يعني. وكمان بنعمل ايفنتس للعالم يلي ما لنا تكنيكال، نجيب سبيكرز عالم اوريدي طبقت الاي اي بطريقه معينه بالبروجكتس، وبهالطريقه بنكون عم نجمع الكوميونتي وعم نخبرهم على شو هو الذكاء الاصطناعي وكيف يطبق بهذا المجال. وبالصيفية بأوغست بلشنا عملنا أول bootcamp AI bootcamp، وهو كان عبارة عن 6 أيام 6 full days، وهدفه إنه ياخد شخص من complete beginner بالAI ويعرفه على different topics بالartificial intelligence. فنحن هذا البوتكامب كان مثل ما قلت 6 أيام من الصبح لعشية من 9 للساعة 6، وكل نهار كنا عم نحكي عن مجال مختلف. فبلشنا أول نهار بالdata science، تاني نهار حكينا عن الديب ليرنينج والماشين ليرنينج والنيورال نتوركس، وثالث نهار نحكي عن الكمبيوتر فيجن، بعدين NLP ناتشورال لانجويج بروسيسنج، واخر نهار التايم سيريز اناليسيس. بهالطريقه بيقدر واحد بخمس ايام يتعرف على عده مجالات ويقدر يعرف كيف بده يبلش طريقه بهذا المجال يعني. لانه الذكاء الاصطناعي هو مجال كتير واسع وفي تطبق على كذا اندستري بكذا طريقه حسب الداتا تبعك. فنحن كعبالنا مثل نعرف المشتركين معنا بالبوت كامب على عدة المجالات تبع الذكاء الاصطناعي. غير البوت كامبس نحن كثير مثل ما قلت لك مركز على الادوكيشن، فهلا عم نتعامل كثير مع الجامعات كرمال نروح نعطي وركشوبس لتلاميس الجامعات، وحتى قريبا ان شاء الله رح يصير ندخل الوركشوبس تبعنا بقرب الكريكولم تبع الجامعه، بصير التلاميذ هن عم ياخذوا صف البروجرامينج مثلا او صف ما بعرف شيء كمبيوتر ساينس، بياخذوا كمان التقنيات الديب ليرنينج والماشين ليرنينج بيقدروا يفوتوها بالبروجكتس تبعهم بالفاينل يير بروجكت مثلا. فنحن هدفنا انه بالمستقبل القريب يصير في عنا كوميونيتي عالم تعرف تشتغل بمجال الارتفيشال انتليجنس، وان شاء الله كمان الشرك تستخدم هذا المجال وبتفتح فرص عمل. نحن هدفنا بالمستقبل القريب انه يصير في عنا تالنت بول عالم تعرف تستخدم الذكاء الاصطناعي، وعالم مش مضطره تسافر من لبنان لتلاقي شغل وتشتغل بهذا التكنولوجيا، عالم فيها تضلها بلبنان ونلاقي شغل هون بهذا المجال يعني.
وعنسى فكرة أنه نخلق فرص عمل. أسسنا إحنا شركة زكا اللي هي شركة AI consultancy أو شركة استشارية بالذكاء الاصطناعي. زكا الفكرة منها هي أنه مثل ما إحنا بدنا مثلا بلبنان نخلق عالم عندن تالنت بالAI، بدنا بنفس الوقت أنه نوصل الارتفيشل انتليجنس والفرص اللي ممكن تنعمل بهيدي التكنولوجيا لكل بلاد العرب أو لكل البلاد اللي بالميدل إيست والنورث أفريكا، يعني مينا ريجن. فزكا هلأ هي شركة استشارية بالذكاء الاصطناعي، بس مش بس بنعمل استشارات يعني for business projects، منطبق حتى AI، يعني بنعمل implementation as well as consultancy. ولما بلشنا فكرة انه نعمل انه شركة استشارية يعني بالذكاء الاصطناعي، لاحظنا انه مش بس بلبنان بس حتى ببلاد العرب بعد في lack of awareness بالartificial intelligence. ف one of the main tracks اللي عنا بزكا هي education، AI education، وفيها من خلالها بنعمل ترينينجز وبوت كامبس مخصصه للذكاء الاصطناعي شبيهه لفكره بيروت اي اي، بس بتكون كاستمايزد او تايلرد للكومبانيز. وحتى مثلا هلا فور اكزامبل كان في عنا بروجكت كتير اكسايتنج هو بعده كرنتلي رانينج، اللي هو الاي اي بوت كامب مينا تور. سو مثل البوت كامب اللي عملناه ببيروت، سافرنا على عمان وعلى الرياض وعملنا بوت كامب بالتو سيتيز، وهلأ إن شاء الله في عنا بلان أزوال نقطع على دبي وعلى كايرو. والفكرة هي إنه مثل ما حكيت إنه بدنا we raise the level of awareness بهيدا المجال عنا يعني بمنطقتنا، ومن خلال الأديوكيشن بتصير هيدي بتخلق فرص عمل زيادة عنا بالمنطقة بهيدا المجال الجديد اللي هو هلأ يعني حيكون حيسيطر على السوق يعني بمرحلة من المراحل. و at the same time الكونسلتنسي هي مثل effort حتى يعني we motivate companies and then they move towards digitization and move towards يفوتوا هيدي التكنولوجيا عندن بالبزنس بروسس. وهيك بنكون وصلنا لآخر حلقتنا، بتمنى تكونوا استفدتوا منها. وكريستوف وريم أنا بدي أشكركم كتير على المعلومات يلي أعطيتونا إياها. وللأشخاص يلي عم يسمعوا البودكاست فيكن تعملوا لنا فولو على الفيسبوك وتويتر إذا بعد ما عاملين فولو، وبنفس الوقت إذا بتحبوا تسمعوا للبودكاست ومعكم آيفون فيكن تستعملوا البودكاست آب وتعملوا سيرش على كودر فويس صوت المبرمج وتعملوا سبسكرايب، فبهيدي الطريقة بيصير يوصلكم نوتيفيكيشنز لما ينزل حلقات جديدة. وبنفس الوقت إذا أنتوا معكم أندرويد فيكم من خلال آب مثل ستيتشر مثلا كمان تنزلوه وتعملوا سيرش على بودكاست كودر فويس صوت المبرمج كمان تعملوا سبسكرايب. وبالدسكريبشن تبع البودكاست رح حط كمان لينكس لبيروت اي اي، اكيد بنصحكم تشوفوهن لحتى تعرفوا معلومات اكتر عنهم. وانا بلاقيكم ان شاء الله بحلقة جديدة.